دجاج مقطعة 8 قطع، بنحتاج ربع كاسة زعتر، ربع كاسة زيت، ربع كاسة لبن، ربع كاسة عصير ليمون، معلقة كبيرة ثوم مفروم، معلقة صويا صوص، وملح وفلفل. طيب اللوح الأحمر موجود، الآن بدنا نسوي تتبيل لزيت الزعتر. هاي زيت وهي زعتر، حلو الكلام. كنا زمان وإحنا صغار حكونا كله زيت الزعتر بفتح المخ، وفعلا دائما ما هي نقول يعني دائما بتحكي لك ما احنا هاي والله مسكر يا من الصف التمهيدي للسنه خامسه جامعه شبت يا زلمه شبت احنا ناكل زيت وزعتر. هاي زعتر ما فتحش مع الزعتر اللي عندكم في البيت اللي هو الدقه، وهي الزيت كمان. بحكي لصاحبي شوف فكرك، انا 12 سنه في المدرسه واربع ساعات في الجامعه، اربع سنوات عفوا في الجامعه، ما تعلمت ولا شيء. فكرك صعوبات تعلم. اوكي، اضفنا الزعتر، اضفنا الزيت، صار لنا زعتر زيت دقه. حلو، ما نقولش الدجاج هاي حبيبي. حلو. صويا صوص بنفع دقه عبد الله؟ هاي طبخه ابريحيه. هاي طبخه من انتاجي. تمام. هلا المشاهدين مش عارفين شو يعني، ما سمعوا ايش عم بصير، سمعوا انه الشيف عم بيحكي هاي طبخه بريحيه، بس عبد الله عم بيحكي انه هاي طبخه المخرجنا بحكي هاي طبخه شركسيه وانا بعرفها. فالشيف نضال بيعارض، بحكي لك لا عمي هاي طبخه بريحيه. طبعا تحيه نسبه الى النضال البريحي، تحيه لكل الشركس في الاردن، بنوجه لهم تحيه وسلام رائع جدا حبايبنا. والله. اوكي، اضفنا الليمون، اضفنا الزعتر والزيت، واضفنا شوي من الثوم حسب المقادير، أضيف شوية من اللبن حسب المقادير كمان. هيك صار عندي دجاج جاهز إني أعمل له عملية مارينيشن، ويستحسن يكون قبل بيوم. يعني الدجاج بالليل أتبله، وثاني يوم بولع الفرن على حرارة 180، بضع حجاجات بهالصينية بغطيهم وبدخلها على الفرن لمدة ساعة وربع، وبعدين بكشف الدجاج وبحمره يا هيثم. حلو. أوكي، هيك إحنا صار الدجاج تبعنا جاهز. أوكي، البطاطا المسلوقة هاي تنسلق تتفرد، بعدين بقطعها بهالشكل، شوفوا كيف طلعوا، تكون سميكة شوي برضو. راح أفرجيكم بس هيك عينة بس أنا مسوي كمية، بحطها في صينية، وهاي الصينية بجيب زيت وزعتر، زيت وزعتر، وبدهنها بالزيت والزعتر، شايفين كيف؟ بهالشكل. بدخلها على الفرن لمدة تقريبا ساعة، ساعة إلا لا تصير تنشف وتتحمر البطاطا. شكرا على المتابعة، ما تنسوا تشتركوا في القناة لحتى تشوفوا كل جديد.